يعني شعور كتير صعب. يعني الأهالي هون الأطفال، أنا لما بيجي الطفل ومعه أمه بحس فيها كأنه هلأ أنا عم بوقع بالمشكلة. بالنهاية أنا بدي أعتبره مثل ابني. أي حدا معرض لهيك موقف يكون ابنه فات دخل حواضن، فأكيد بدي يكون عنده هيك موقف صعب، فأكيد أنت بدك كتير بالك عليه بكل اهتمام وكل حنية. يجينا طفل مختلج، يجينا طفل الغرقان، يجينا طفل الشربان مادي دوائي سامي، تداخل التمريضي لازم يكون سريع مباشرة. بوصي الصبايا أو بوصي التمريض بشكل عام إنه نحس شوي في الأهالي، في المرافقين، نستوعبهم، من نمتص غضبهم، نمتص ألمهم، لهفتهم، تعبهم، بيكونوا بأصعب الحالات. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتضل يعني كل ممرضة وكل ممرض بيشتغلوا بضمير وإنسانية وبحنية على المريض. كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله يا ربي الله يقويكم وتقوموا بعملكم بأكمل وجه إن شاء الله يا رب. إن شاء الله هيك مستمرين على هذا العطاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يقدرنا ونكون على قد المسؤولية.